يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، هل ينطبق هذا على الشعراء في هذا الزمن أو هو خاص بزمن النبوة؟ لا، هو عام في كل الأزمان، لكن الله استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذا استثنى، إنما يكون اللوم والذم على غير هؤلاء. نعم، وله عام في كل الشعراء إلى أن تقوم الساعة، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. نعم.